وصلت أمس سفينة MSC الإيطالية وسفينة عايدة الألمانية إلى ميناء خليفة بن سلمان تقلان ما يزيد على 8000 سائح من مختلف بلدان العالم. أتوا لزيارة البحرين من خلال نافذة برنامج يوم سياحي واحد كانت تنوعت فعاليته التي أبدعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تنظيمها ضمن خطة عملها وجهودها المبذولة الرامية إلى جعل البحرين مركز جذب سياحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. أول ما بدينا هذه في 2017-18 استلمنا حوالي 69 ألف سائح من خلال البواخر، قفز هذا الرقم إلى 81 ألف. سفينتان سياحيتان حطتا برحالهما في ميناء خليفة بن سلمان لتفصحا عن ضمهما لما لا يقل عن 8000 مسافر عبر البحر. اختلفت قومياتهم ولكن توحدت وجهتهم إلى بلاد لم يكونوا ليبلغوها لولا شق اليم ببواخر مديدة القامة فارعة بطولها وامتداد عرضها، وكأنها مدن تعوم متنقلة وباستحياء في حضرة المحيطات التي تقطعها اكتشافا. MSC تشيل حوالي 5000 وهي إيطالية الجنسية، والعايدة هي ألمانية الجنسية حوالي فيها 3500 سائح. فطبعا مثل ما تشوف البحرين ستكون فعلا مكان جذب للسياحة الرياضية، سياحة تراثية، سياحة ثقافية. نسوي لهم برامج سياحية متكاملة يشوفون الجانب الثقافي التاريخي الأسواق وإلى آخره. البحرين جاءت واحدة من تلك المحطات الهامة في برنامج رحلتهم، فهم من بدت عليهم مظاهر البهجة والسرور لقدومهم إلى أرض الخلود رغبة منهم في رؤية معالم الحداثة فيها التي سمعوا عنها قبل الوصول، والتمتع بأجوائها والتوغل في ثقافة أهلها وروعة أسواقها وعمق التاريخ في أزقتها. أنا سعيدة جدا لأنني سأزور باب البحرين، ولقد جئت إلى هنا من أجل الاستمتاع بأجوائها المعتدلة ورؤية أماكنها الخلابة. أتشوق لرؤية مركز المدينة الجميل واحتساء القهوة العربية ومن ثم التسوق. هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها البحرين وأنوي الذهاب إلى المول التجاري الكبير السيتي سنتر. الأجواء هنا رائعة للغاية والطقس مذهل. لقد أحببت ذلك، أحببته بالفعل. لم أحظى بهذه التجربة من قبل، ولكن الرسم بالحناء على اليدين فن بحريني مذهل حقيقة. لقد راق لي هذا الرسم. جهود بارزة تمضي إلى بذلها هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تعزيز مكانة البحرين كمركز جذب سياحي مهم على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. ذلك من شأنه أن يزيد من إسهام القطاع السياحي في اقتصاد المملكة. من أعلى هذه السفينة الإيطالية العملاقة التي أقلت ما يزيد على 5000 سائح من مختلف دول العالم تكمن الحكاية، حكاية تسويق وطني سياحي يؤتي ثماره في جعل البحرين وجهة مثالية لكل باحث عن العراقة والحداثة في آن معا. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.